السلام عليكم. وش راك لاباس؟ لاباس منين؟ كيف حالكم؟ لاباس منين؟ لاباس يا مولد الله. صحة شيخ السلام. لاباس الله يحفظك. الحمد لله. الله يسلمك. شنو وين؟ الحمد لله يا شيخ. واش كاين؟ واش بكم؟ واش علاش راكم؟ القضية أنه هنا كاين عجوزة عندها 6 سنين من اللي ساكنة هنايا، كانت ساكنة في الدار، في هذه الدار، وخرجت إكسبيرسي صافي سيزون، وشفنا شافت كاع السلطات، يعني شافت البلدية، شافت لا دايرة، شافت لا ولاية، شافت بعثت لحقوق الإنسان، بعثت لهم كامل، ما كان حتى حاجة. شحال فيها مرة هذه؟ هذه ولا ما عطاو لهاش دوك الاج دو 60 طون. 72 الله يبارك. دوك سما دوك وقتها رايحة للقبر هذه العجوزة هذه. يا إلهي. إيه سبحان الله. دوك ما شافش الدنيا. دوك ما شافش الدنيا، ما شافش والو. شوف فين ساكنة. عيب. أو بلان سونتر فيل خو. أنا في قلب العاصمة. أنا في وين أنا؟ أنا في صالون بي في المدنية بلاد. إيه سبحان الله. بلاد شهداء خو خرجوا منها شهداء. صالون بي مكان راقي. لا 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 خو عندنا ما شاء الله. أسمع لي فاندو هنا تصرف لا فامي الدريش باش نساو باش كونوا ما على بالهمش لا جينيراسيون تاع دركا. وصالون بي خرج فيها رجال خو ماشي قال عيب كي نشوفوا. كوخ هذا ما يبقى ماشي براقة ماشي براقة سيغرام الماء هذه كي تخرج من الباب يتشوف قبال البلدية شوف البلد شو انا بور مو هذه البلدية اسمح لي لا لا اسمح لي بور مو البلدية هذه وما مش حاسبين بالغاشي هذا والله العظيم كيما رانا نقولوا ما ما لا هو بور لويل البابل داري زي سبا قاعدين وكان جات كيما قال لك بلاد الحق يا اخي بلاد النصارى والكفار وكذا ما شفناش هذه مش عيب مش عيب عيب حرام عيب حرام لان المسلمين ما تكونش مراكم هكذا احنا نحميوها ونزلوا عليها فاذا بيه شيخ البلديه اللي قاعد يتفرج عليها يهود عليها يهود يهود يهوديه مخلوقه هذه وش طلبت؟ طلبت الا حقها يجريوا عليها لو كان عندها دراهم كيف خيره واحد ما يجي عليها عندها دراهم كون عندها دراهم كون قضوا لها صالحه كون عندها دراهم رامعه ولا مزامعه باسكو السكنه فلوس تاع الدنيا ما داوها اصحاب دراهم اصحاب دراهم اصحاب دراهم ما داوهاش ما داوهاش ناس قلالين كما هي لا لا هي ترمات شيخ هذه ترمات والله غير حنا وهذا بنيناها شينا الحطب وشينا الزنك وغطيناها ترمات في الشتاء ما 72 سنة إيه؟ ومية في الزنقة إيه؟ واحد ما اسمع بيها وهذه خرجت من الدار هذه خرجت بالعدالة العدالة خرجتها على أساس عندها مجلس من السماء مجلس من السماء كانت ساكن هنا وعندها ورقة من دار العدالة من المفروض هذا زيق من الناس واحد ما تقولها بها باسكو مشي شيخ البلدية مش تلاه معاه وش سبب مش 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 مسلمة مش جزائرية جزائرية عندها 30 سنة يعني علاش نعم شيل الحقرة حقرة حقرة عباد ربي والعجوزة بنت هذا الحي بنت الحي ها ها ما يعرف العم 60 سنة ميت صيف صيف نقدروا نشوفوا الحاجة روح شوفها روح 60 سنة كان يروح الماء في حرام بعباد ربي لا إله إلا الله في رمضان عندها عندهم لا تكليماتيزون عندهم كذا ما قدرت تعيش بالك تجيكم غريبة باللي خالتي باية ساكنة على أمطار على الزبالة هذه هي الزبالة وخطرات زبلة ويوصل حتى للبابة خطرات زبلة يوصل حتى للباب ولما حاوزوها مسكينة للشارع على الزنقة خالتي باية ما صابت غير رجال تاع الحومة اللي قاموا بها وخدموا لها هذه الحاجة اللي واسمها دار هذه ما نقدر نسميها قربي ما نقدر نسميها خيمة وشنو كانوا رجال معها الله يجازيهم وربي يحفظهم وقفوا معها أو معايا واحد وصاحبه يعني جاها اللي يخدموا لها هذه الخيمة ماذا بيا نهضر معاه ويهضروا معايا كيف داتوا شوف حنا جا ليكسبيرسيون في الليل مع العشية جاو بوليسية مع لويسي حكم عليهم الحكم باللي ترموا خرجوا لها القشعر رموا لها هنايا والعشية هذيك بدات الشتاء حنا بدينا نافيكيو غطينا لها بالحطب ومنها من بعد كي جات لها الشتاء مليح درنا لها الزنك بنيناها حفرنا مليح درنا الواجب تاعنا باسكو جارتنا انا من نهار حليت عيني وهاد العجوزه هنا انا 44 سنه 44 سنه وانا انا بنفسي كنت نحوس على ساكن انا كريت في كاليتوس وشنو هي الاولى هي الاولى علينا بزاف عليها يا نمر هكا اخو صاب بزاف شوف الماب اللي يدخل المهم بارك الله كل يوم الناس راكده وشوفوا فيها بالبالي مرطبات وهاد العجوزه هذه راه اربع مرات يروح السوشيال من صالون بي
وهي الاولى وما راحتش. راحوا هي الاولى وباش الجعدوزه راهي تقضي الحدث تاعها يمانا راهي تروح من حتى اللي جات ما كاين نص ساعه مشيات روحوا تولي مريضه الجامعه ما تروحش راهي تروح للدار فاميلتها هنا في ليجاس ما عندها نص ساعه مشيه باش تروح ونص باش تولي اسمح لي ماذا بيا ناكد وحنايا هنايا بيت خاله حلتو ما عندها والو راهي تروح تمشي نص ساعه تروح منها حتى لدار بنتها في ليجاس ما تروح نص ساعه وتعاود تولي على بالي بلي المشاهد الكريم راهم الان متقلقوا باش يشوفوا خالتي بايا دوك الان انا هضرنا مع الجيران هضرنا مع اللي خدموا لها الخيمه هضرنا مع سكان الحي ماذا بينا الان نهضروا مع خالتي بايا نسمعوا منها ان شاء الله. السلام عليكم. الله يحفظك. انتي بخير؟ بخير يا عيسى. انتي خالتي بايا؟ انا خالتك بايا. نقدروا نشوفوا الدار؟ اروح ادخل انا داخلين الحال هذا الحاجه اللي واسمها دار خالتي بايا. تفضلوا. بسم الله. السلام عليكم. واش راكم؟ لاباس؟ بخير. خالتي بايا واش بيك؟ واش قصتك؟ واش قصتي؟ انا كنت نسكن في ذا الدار هنا وخرجتني مرتي ربيبي. ايه للشارع؟ للشارع. لاحتني وانا كي خرجت انا خرجت بالشارع. خرجني شرع جاوا البوليس ما خرجتنيش المرأة خرجني شرع يعني القانون عطيك صعب بالقانون قعدت هنا. وين خرجوك؟ للشارع؟ لحوني للشارع برك. وانت عمرك ما كان عندك دار؟ ما عمري لا عندي دار ما عندي حتى حاجة عندي غير رحمة ربي ما عندي والو. أنا كي جابني بابهم جابني للدار ما نعرفش الرد ما نعرفوش. خالتي باين يشوف طيطوار هنايا وشنو هذا؟ الطيطوار هذا يجي لي الماء. سما أنا في الطريق هنا. راني في الطريق. هذه الطريق أنا قلت يعني قلت يهدي ربي كي يشوفني هكذا كي يشوفني في الطريق يلفتني يديني. ذوك مدوا أربع مرات وأنا والو. أربع مرات مدوا وأنا والو وأنا ما عطاني حتى حاجة. سمحي لي خالتي بايا والله انت عزيزه عليا يا عزيزك يا وليدي بصح لازمني نسقسيك باش لا باش الناس تسمع اي سقسيني انا شو ماكاش هنا حاشك بيت خاله ماكاش روح خضرات روح لي خضرات حاشاكم هنا ما نكذبش عليك قالوا لي حتى روحي خطات حتى الجاسم روح للجامع ونجيب الماء من الجامع ونجيب الماء ثاني من عند الجيران وفي الشتاء كيف ديري في الشتاء كيجيني الشتاء نطلع هنا ونقعد نبكي ونخزن الطاقة تاعو ونقول له يا ربي نقول له راه مقابلني هذا ويلي كيفاش تطلعي الله يجازك هاي الحملة هنا كيف راح ديري؟ نقعد هنا فوق كنابي والحملة هذا هنا نعلي هذا الزيك وهكذا ونقعد خضرات يجيني هذا جاو الحمال يا شيخ وجاوني الحمال في المدينة جاوني ست مرات وما يجوني نروح لهم ويجوا يسرحوا لي الزيك ويروح هذا واش يقدروا يديروا؟ هذا ما يقدروا قالوا لي احنا ما نقدروا ندير لكم والو درتي طلبات رئيس بلديه درتي طلب نروح ليه بنفسي يا وليدي ويقول لي الاخر يقول لي انا ما نعطيكش السكنه قال لي تنحي البراكه علاه؟ قال لي تنحي البراكه قلت له كي نحي البراكه وين نروح؟ قال لي دبر راسك قال لي وكان ما تنحيش البراكه قال لي السكنه والله ما تشوف فيها مني من عندي وكيف تنحي البراكه وين تباكي كده؟ قال لي دبري راسك قال لي تنحي البراكه قال لي تدي السكنه ما تنحيش البراكه قال لي ما كاينش السكنه يعني نقطه استفهام خالتي بايا تروح لرئيس بلديه هي شوفونا ساكنه تقول له اعطيني السكنه واش يقولها باش نعطيك سكنه لازم تنحي البراكه وكي تنحي البراكه لازم لها سكنه يعني دار لها العفسه تاع البيضه والدجاجه نقعدوا ندور اعطيك الصحه دار لي كما قلت انت عفسه قريبه ما يعطينيش اللي بها ما يعطينيش السكنه هذا ماك الحاج هادو شكون هادو مالي معك هادو بناتي هادو بناتي وهادو جيراني واش كيف القصه واش تحكي لنا انت لا احنا واش نطلبوا ان شاء الله من الاخر يعني من الحكومه السلطات العليا يعني تنظر لها بصفه عجوزه في عمرها 70 سنه مازالها ما ديك الترامة دوكا في الشارع ديك الجهه ما كاش وين تروح حتى لهنا ولا تروح الخمسه والله العظيم غير الخمسه تاع الصباح تروح لي جاسمه كي تحكم هاكر شي يعني لحياة في الدين كما يقول لك الخمسة تاع الصباح جوزة في عمرها 70 سنة تروح لي جاسمة ولا تروح تطبطب عند الجيران الماء تروح تجيبه من الجامع خالتي بايا الحمد لله اللي صابت رجال واقفين في كتافها ولاد الحومة هادوما هام لك رجال تاع الجزائر
مساكن زوج يبيعوا الدلاع ماشي دي مليار دا ولا كي شافوها مامية في زنقة جاوبنا ولها سطروها. واحد اخر محسن جا دار لها كليماتيزور. شوف شوف مؤمن هذا انسان مؤمن. ها هذا كان جايز قال لك غادكم العام حطوها في البال جاو هذه الطرف راسها ولا كان جايز طريق واحد كان جايز طريق شاف خالتي بايا ضايعه جا مسكين دار لها كليماتيزور تبرد روحها. يعني يا رئيس بلديه يا ضايعه يا والي يعني ما كوش قادرين تستر خالتي بايا واني نشوف خالتي بايا براسها ماشي هي تطلب لكم فيلا ولا مسكن محترم يليق وختني 72 سنه في عمرها وين تروحت لمراه وزيد لما رئيس بلديه تطلب انت معجوزه تقول لها روحي ريبي البراكه ودبري راسك حرام عليك ماشي لازم ما تدبرش راسها لازم انت اللي تدبر لها راسها ماشي تقول لها دبري راسك واش دبر راسها كيف تروح تبني مالها هاي دبرت راسها وعلى هاك تقول لها ريبي انت يا براكه ما قبلت لهاش باش تستروحها كيف تقول لها دبري راسك حسبنا الله ونعم الوكيل. خالتي بايا وعلى ما درتيش طالب البلدي؟ درت الطالب درتي طالب من 86 من 86 عندك دليل وين هي؟ عندي الدليل هاو الدليل عندي الدليل هاو عندي الدليل هاي صح من 86 ايه ها عندي الدليل معناتها 26 سنة 26 سنة وأنا نجري 26 سنة وأنا طالب البلدية ونروح له ونروح له ويقول لي ما كانش ما كانش السكنة ما كانش السكنة ما كانش السكنة وأنا رايحة فيه منذ 26 سنة ما مدة 26 في النهاية صبتي روحك في براكة راني في براكة راني في الرود راني في الرود الحمد لله قلت جمعتي برك راني قايمين بيا والحمد لله يعني 26 سنة شحال جزم رئيس بلدية شحال جزم رئيس حكومة شحال جزم رئيس طيارة شحال جزم الوالي أربع مرات مدة أربع مرات يعني أربع رؤساء بلدية ها أربع أربع مع المير هذا مع المير هذا إذا رئيس بلدية ما قدرت خالتي بايا توصل له هاي الحصة تبيلوها من 86 من 86 وخالتي بايا دايرة طالب تحوس على قبر الدنيا يعني ما شفتوهاش كاع شفتوا الناس من كل مكان إلا خالتي بايا اللي يشوفونا ساكنة والمشكل أن خالتي بايا ما عايشة هنا وحدها أو عندها ولاد بنتها هم يباتوا معاها مسكينة دوك نتكلموا معاهم شكرا خالتي بايا بين خالتي بايا وبين مكتل البلدية حوالي 200 متر 200 متر هي تطلع عليه وهو يطلع عليها يعني تصوروا من 26 سنة وهي دايرة طالب تاع سكن واحد ما شاف فيها انت تبات مع خالتي بايا انا عمي دوك هادي خا يما هادي جداتي فاهم مربيتني هي من الصغر مربيتني دوك يا عباد ربي دوك الشتاء من داك تكون شتاء تصب اقسم بالله العلي العظيم غير طلع فوق الكنابي تريح فوق الكنابي وتبدا تبكي انا ما نلقى ما ندير نحكم بالي نقعد نحي هذا كلمة تحمل عليها ست سنين وهي برا ما شافوش فيها هاي ليك البلديه وراهي المير كيطل يشوفها دوكا وش حبيتو دوكا نطلبو من السلطات تشوف فيها وتلقى لها حل وفي اسرع وقت خاطش هادي هاي ليك شفنا بعتنا برية لحقوق الانسان واش قال لكم ما كاين والو ما لقيناش اذان صاغيه هاي ليك وراهي ردا على رسالتكم المشار اليها في الموضوع اعلاه والتي تلتمسون من خلالها الحصول على سكن اجتماعي يشرفني ان انهي الى علمكم انه وصلنا رد من طرف رئيس الشعب البلدي للمدنيه مفاده طالب منكم ازاله الكوخ القصديري يا عباد الله نقعدوا ندوروا غير في الهضره هذه نحي الكوخ لا اسمح لي انا كاش وين نروح انا واش دوخني كي قال لكم يشرفني هذه كي يقول انسان يشرفني كي تقول له بشرى يشرفني اني نبلغ لك بلي انا نبعثك للحج صافي تقول انسان يشرفني باش نحي الكوخ يشرفني باش نحي الكوخ اصبر يشرفني اني نطلب منكم تنحيوا الكوخ يا شيخ واش كاين حاجه ثاني بعثت لفخامه الرئيس بوتفليقه بعثت له بريه بصح ما كان والو مثل ما بان والو هبطنا الله دايره قلنا لهم اسك حنا ورانا ولا في السوسيال ولا في السينيسري قال لكم انتم ما راكمش ما لا جيبوا الكلاش وقتلوها لهنايا هكذا باش تهناو منها اسمح لي الاخ جوليها الخطرات جوليها في النهار الخطره الاولى هضروا معاها وريت لهم الكوارت ديزيام فوا تاني
وراو لها الكوارط، ورات لهم الكوارط قالت لهم فوالا فوالا فوالا. طروازيام فوا جاوها في الليل، قسما بالله غير كانت شتا خيط من السما، كانت حامله، جاو كاميرا وها قالوا لها، قالوا لها خلاص انت ان شاء الله يا الحجه راكي فيها. ولات كي تهبط لهم لا دايره، شاف دايره واش يقول لها؟ يقول لها خلاص انت يعني عرفتك مولات الباسينه الحمراء ومولات الباسينه الزرقاء. اه خلاص عرفها. ايه عرفت. بصح ما كاين والو. الباسينه تاع الشتاء هذه. ما كاين والو. هاد المرة بينها وبين البلدية كاين 200 متر، والحومة كاع على بالها، وصولومبي كاع على بالو باللي أربع مرات السوشيال يروح 80 80 80 80، كان قادر وراحوا العلوي، كان قادر المير يطبعها في وسط 80 وتروح، مي هي دايرة لها سكارة المير، قالها هي، قالها احنا على بالنا بهذ القضية، والحومة كاع على بالهم باللي المير قالها غير أنت اللي ما تروحيش. بين وبينها وعلى هذه خدمة المير نروحوا تقصي، والمير عاد قالها ما تروحيش، وبينها وبين الزبل كاين زوج مترات، ها والله يصور الزبل بين دارها وبين الزبل كاين زوج مترات، وخرجت بالقانون، ورانا حابين تكون بالقانون، خرجوها بالكوارت وحابين تكون بالقانون، على ساكنة بلا قانون. الله يرحمها. علاش راهي ساكنة؟ حابين نفهموا، كي تجي تخرج واحد تخرجوا تقولوا لي خرجتك قانونيا، يا سيدي اعطيني قانونيا، هذا راهي مبنية براكة فوضوية، سامحني براكة فوضوية. ولا المير هذا نهار يجي يخرج يحط القانون وباش يمد ما يمدش القانون. السلام عليكم الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله. واش الوضعية تاع الحاجة؟ الوضعية، الوضعية سهلة على كل حال. الخليقة هذه كان ساكنة هنا في الفيلا، من بعد الفيلا هذيك تباعت شراها مولاها، خرجها قال لهم يا دي انا نسحق الدار تفرغ، ما صابش روحها وين تروح؟ ولاد الحومه لهنايا تعاونوا قاعد تقدروا لها براكه لهنايا باش تستر روحها. نعم. ومن ذاك الوقت هذيك راهي قاعده هكذاك للبرك، راهي فايته، هي فايته 20 سنه وهي هكذا. واش نداءك للسلطات؟ واش جرات 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 يقول انا اللي داء انايا. نعم. يشوفوا لها تشوفها هذه، يعني يا انت راه ماشي عيب لا مريم قابله براكه، هذه وحده. انا نطلب انا من الحكم يسبقوا فيها هي، خاطر الديار ديار كاينين ويتمدوا من تحت لتحت، نهضر الحق. صح يعني رحمه هذيك ديك وحده كيما هذه وين تروح؟ ما عندها باش تطير الماء حاجاك، ما عندها باش تشرب، ما عندها باش تغسل، وين راهي حيه وهي ميته؟ هي حيه وهي ميته، ماهيش قال يعني المراه اللي قال راهي حيه، راهي حيه وميته. علاش راهي حيه وميته؟ انما انا واحد ما قدرتش نقعد هنا، ما عندهاش، ما عندهاش وين تروح تطير الماء وحده، ما عندهاش باش تشرب زوج، والسخانه عليها والمرض عليها، يا هنطرة يديروا لها حل. الحاج هذه البلديه اجتمعوا هنا 22. نعم. باش فجروا التواد، يعني 22 قدروا فجروا طوال استقلت الجزائر من سبب الجزائر. ما يقدوش كاش 22 مسؤول يجتمعوا يحلوا غير براكه هذا؟ هذا هذا سؤال مش لي انا، المسؤولين اللي هم على السؤال، السؤال هذا وجهه للمسؤولين، راهي مقابله البلديه هاي وراه عيب عار. اسالهم انت. انا مالها لو كانت جاتني الفرصه، هاي هاي جاتني الفرصه. هذا لو كان انا نسال فيهم يا عباد، هل هذا ممنع وتقول لا اله الا الله وعنده حق في البلاد هذه ولا لا؟ إذا ما عندكش حق تكتب لنا، يكتبوا لنا ويقولوا لنا ما عندكش حق، خلاص نقتلوها والسلام. إذا عندها حق ومسلمة وتقول لا إله إلا الله، راهي مواطنة جزائرية أبا وجدا، ومن حقها في الحياة يا جماعة. من عن يا 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 السطل المحلية، المحلية من حقها باش تعيش، والله غير عيب. بيت الماء حشاك، سامعوني بالعبارة هذه، تمشي 10 كيلومتر باش 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 تروح بيت الماء، مش عيب هذا؟ مش عيب؟ خالتي بايا. نعم. انا في شهر رمضان وكي صايمه. انا واش نداءك الاخير؟ انا النداء تاعي راني نحاول، راني نحوس راس الجمهوريه يخزر ليا وينظر ليا يعطيني سكنه. انا في عمري راني 70 سنه، 72 سنه، وراني في الرود، راني قاعده في الرود، راني قاعده في الرود، راني قاعده في الرود. عندي حاجه ولا ديريها لي؟ عندي حاجه. انا راني حاب نطلب منك حاجه. ادعي لهاد ولاد حومه اللي يوقفوا معك. يا ربي ان شاء الله، يا ربي يا ربي ان شاء الله، ربي يعطيهم ان شاء الله ما يتمناه، ربي يعطيهم ان شاء الله ما يتمناه، ويكثر خيرهم ويكثر خيرهم. وراهم كاع ولادي، راهم كاع ولادي، راهم كاع وليداتي، راهم بكبيرهم وبصغيرهم، والحمد لله، الحمد لله عمري في دينا ما سمعت من ممكن ما نمشي مليح. النداء تاع خالتي بايا ان شاء الله يصيب مسؤول يسمعوا. يا ناس اتقوا الله، يا مسؤولين اتقوا الله. هاي عجوزه 72 سنه في عمرها، عايشه في الزنق، هاي تحرك فيها الشمس،
بيها بولاد بنتها راهي ضايعه، والناس راهي 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 ماشي مهتمه كاع بالامر. شوفوا راهي حل بسيط، هذه تسحق ساكن، هذا مكان تسحق ساكن. على بالنا بلي كاين ناس يدات بالعشرات. خالتي بايه 72 سنه، هذه المفروض مش مستوى، قلت لي 26 سنه وهي دايره طالب تاع ساكن، وست سنين وهي في الشارع، ست سنين وهي في الشارع مطروده. قال لك طردتها العداله، شو ديك العداله؟ المهم برك خرج للزنقه، روح دبر راسك، عيش مع الطبات، عيش مع الحنوشه، عيش مع الخنازير، واش من العداله؟ الحق التحيه اللي نقدمها، نقدم التحيه العاطره لجيرانها، ولاد حومتها، الرجال اللي وقفوا معاها، لولاد صرامبي، لولاد المدنيه، لهذا الرجل المجهول جايز شاف عجوزه مسكينه، راح جاب لها كليماتيزور، اجره عند الله عظيم. يا محسنين، اذا كاين كاش محسن عنده سكن، اروح حل مشكله تاعها، ما نقعدوش سنه في بلديه الوالي الضايره. كاين ناس فتح عليك ربي وعندك سكنك حاصل بها، اروح سلك خالتي بايا واجرك على الله، اللهم اشهد اني قد بلغت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.